بنات سنة تتبيع لنا الماء، الماء درهم الكاس الماء الماء ديالنا وتتبيع لنا سنة كاس درهم كاس درهم. عطينا شي كاس الله يعطيك الصحة. هاري درهم صافي اختي انا نعطيك درهم. هاري درهم وصيري نعطيوك درهم عطينا نشربو نعطيوك درهم. ها نمشي دابا نديو من الساري. ها كاس درهم شكرا كاس سالي كاس درهم عندك الصف سير تخرج كاس درهم رخيص مرجع كاس درهم كاس درهم عطا درهم من عند لا كاس من عند مولات القناه والله الا تخلص عليك تخلص عليكم على البنات اللي كانت غتخرج عندها الكلي جا في دارها خرجها صراحه زوينه. ها انتم شوفوا البنات عندها واحد الخدمه دايره هائله. ها انتم شوفوا روبيني تيضرب. ها انتم شوفوا الشيء عمرهم ما شافوا هذا. تحطي الكاس بحال هكا وكيعمر وطيح لي كاس هرسيه وكيفيض لك كاس والدنيا هاني صراحه البنات والله الا لفوجوا عليا بزاف والله العظيم. انتم البنات حنا وصلنا دابا للساريج. شوفوا الدنيا تبارك الله عامره مع الصهد بزاف والحراره. تقول لكم سناء كيف جاها مكناس زوين مكناس للبنات صراحه شي حاجه طوب روعه. صوري امي للكبال عندهم الكبال داكشي زوين. ها نتوما البنات شوفوا الشاريج في الليل تيكون غزال صراحه في الليل منظر واحد اخر لا علاقه بالنهار. ها نتوما كيف ما تشوفوا هانتوما كيفما تشوفوا البنات شوف الليل جنات جنات. شوفوا على منظر الليل غزال صراحه الجو صغير كيبان هنا صور المحل واش يبان الحوت كيبان شوف ما عرف البنات واش يبان لكم الحوت. لا تيطيح عرفتوا البنات الا طيحات لي سناتي يلا ما تخافيش غادي ندير لها تليفون. شوفوا شوفوا البنات هاد الجهه اغلبيه تيبان فيها. نتوما البنات شوفوا على منظر انا اخذوا لهم غزل البنات. شنو غتشريو سميتها صوفا؟ شنو غتشري صوفا؟ غزل البنات قولي غزل البنات امين. شنو خديتي شنو خديتي شحال هو شحال فين هذه بالدبره؟ لا صافي صافي خليهم عندك حاجه اخرى. البنات تبغيو حتى انت اكرام ليلى تبغي اكرام هاي اكرام شنو بغيتي اكرام؟ شوفي اكرام شنو بغيتي تاخذي؟ قولوا ميت ابونا في قناتك قولوا ديروا لي ابوني يلا هدرنا عرفتي هدرنا عرفتي البنات هدرنا غير بالدراع ما بغاش كاع تهدر. البنات هبسي بيسا هبسي بيسا عنده داكشي مقوم وغزال. هانتوما عقلوا عليه اللي جا الساريج بالنسبه للناس ديال مكناس يجيو عنده عنده داكشي زوين. الناس اللي جاو من الطرف ديالي هادي راه من العيون هاد الاخت من العيون. انتوما البنات هذا هو الساريج صافي حنا جالسين هنايا غادي ناكلوا البوبوشه والحمص ونمشيو عاوتاني بحالنا للدار. شوفوا البنات اختي ما بغاش يسكت لها ولدها معكا وبقات عينا ولد من هذا وقال لها مول البوبوشه راه يولي ولدي. صافي حنا عطينا المول البوبوشه معايا الركبيده ديالي معايا الحليب ديالي انا نصور سميه. انتم البنات السميه نتاعو العربي هي السميه ديالو اللي جا عنده يجيو عنده قول لهم راه مطرف هدى وغايدير معاكم ثمن زوين وعنده البوبوشه في صراحه غزاله.
ديري فيديو دور لداك الصور هذه راه صورتها لكم هذه صورتها هانتوما البنات حنا عاد دابا دخلنا نقول لكمش واحد الروينه جبنا معانا القش والروينه ورجعنا ولقينا اللي كان مختفي شنو هو سنة مسمن هانتوما البنات باش تكونوا شاهدين معانا قالت لي غنشهد عليك البنات حيت قلت لها راكي خونتي ليا الملوي بغيتي تدي معاك تدي معاك قالت لي الكازا هانتوما شوفوا تبارك الله تبارك الله الصلاه البارح حاطه عليكم في القناه الله يخليك كيجي زوين صراحه وتبارك الله ولكن هو زوين الصراحه كيشهي ولكن هي نساته وقالت لي راه ديتي معاه غاد بغيتي تحطي البنات هو كنت حاطه باش تبارك الله البنات هانتوما شوفوا راه كاين في القناه غير قلبوا عليه راه كاين في القناه تبارك الله كيجي هائل وغير من ايديرو خفيف ونتمنى انكم تجربوا وتخليوا التعليق ديالكم زوينه والسلبيه واللي عجبو واللي ما عجبوش قلت لها راه متاكدين ان لا جربتوا غادي يعجبكم لان الشوفه ديالو الله يحفظك صباحا انت تطريبي ان شاء الله كنت حاطه باش نديو معنا للربيع نديرو به كاسكروت ونسيتو قلت لهم شي وحده فيكم سرقته بغات تدي معها فاش رجعنا دابا حطينا الباكاج في الكوزينه وحنا القهوه قالت لي لا خصني نقولها للمشاهدين باش يكونوا شاهدين عليك يلا ها انتم معنا اي حاجه درناها انتم معنا هانتوما البنات الصراحه غادي يمشيو عليا والله العظيم ولفتهم والله القسم ما سخيتش بيهم صراحه ما كرهتهمش يزيدوا يقصوا شويه ولكن راكم عارفين اثنين عندهم الخدمه سناء صافي سخيتي بيا لا والله العظيم ما كرهتش ضحكاتك شنو عطاتك دبدوب البنات والله ما سخيت بهوده وما سخيتش بالحباب ديالها والاخت ديالها والعائله ديالها الصغيره والكبيره الصراحه والله ما سخينا حتى حنايا ما سخيتش كاع بيهم ايوا بسلام عليكم البنات وكنتمناو نتلاقاو فشي ساعه اخرى ان شاء الله في المنادي ايوا الله يدومها محبه ان شاء الله في الخير يا ربي امين وبغيت البنات كاملين اللي داخل هذا الميدان ديال اليوتيوب تكون بيناتهم المحبه تكون بيناتهم المحبه وما يكونش النفاق ما يكونش الغدر باش ربي يستر لاي واحد فينا بادي وبركه علينا من المشاكل وعينا من هذه قالت هذه ما قالتش بصراحه الله خصنا نمشيو بنيه خالصه باش ربي يبارك لنا حتى اللي شد شي رزيق يشدو حاله لام طيبه والله يهدي ما خلق وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل لكم ما تنساوش البنات ديروا لايك 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 وبارطاجيو هذا الفيديو باش ما تبخو دوم امين ونتمنى انكم تابوناو في القناه ديالنا ديال الكرام حتى هي قناه زويونه ياكي غضحكيو وما ديرو لهم فيديوهات جديده ان شاء الله شنو غيديروا لك القناه ديالك لايك ديروا لها لايك صافي البنات تهلاو في راسكم تنبغيكم السلام عليكم بزاف. البنات بالنسبه للبنات اللي ما حضروش خيناش بهوده باي باي صراحه والله غيشدوا دابا الطريق مساك الله يديهم على خير يلا تهلاو يلا تهلاو الله يهنيكم السلام عليكم البنات ما تنساوش ديروا لنا لايك والتعليقات ديالكم زويونه والى فرصه مقبله ان شاء الله يلا البنات تهلاو في راسكم الله يديكم على خير الله يوصلكم على خير يا ربي السلام عليكم ورحمه الله باي باي